ما عواقب اتساع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل؟ أهلا بكم في نقطة حوار. مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله ينتاب إدارة جو بايدن قلق بالغ حيال احتمال تحول التصعيد الحالي لحرب شاملة. هذا ما نقله موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قالوا إن واشنطن قلقة من احتمال اندفاع إسرائيل للحرب دون استراتيجية أو النظر في العواقب. كانت إسرائيل نفذت غارات أدت لقتل عناصر من الحزب، ورد حزب الله الأربعاء بشن ما وصف بأكبر هجماته الصاروخية في يوم واحد منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. فما عواقب اتساع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، وهل تتحول لحرب شاملة؟ معكم إيمان القصير. شاركونا الرأي هاتفيا، الرقم هو 00442038752989 أو عبر فيسبوك ومنصة إكس. دعونا كدأبنا في البداية نبدأ مع عينة من الآراء على منصتي إكس وفيسبوك أو التي وصلتنا تعليقا على نقاش اليوم. في بداية استعرض ما قاله جواد أبو علاء الذي حذر من الوضع القائم على الحدود، وقال اتساع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل قد يعرض المنطقة إلى مزيد من التأزم وعدم الاستقرار، وربما يعصف بالمنطقة إلى حرب واسعة. هذا ما قاله جواد أبو علاء. أما محمد علي فلا يتفق مع هذا الرأي على الإطلاق، يقول التصعيد بين حزب الله وإسرائيل لن يتحول إلى حرب مفتوحة، بل سيكون محسوبا وسيستمر الشد والجذب بينهما لأغراض سياسية يقول وليست عسكرية. إذن كما قلنا عينة من الآراء رصدناها في البداية، ولكن سأستعرض المزيد مما يصلنا إليكم أو يصل منكم إلينا أونلاين لاحقا في البرنامج. سريعا أرحب بالمشاركين معنا عبر خدمة الزوم الأساتذة ميساء عبد الخالق، كريستال شقير، منى أحمد وجورج رشماوي. أهلا بكم ومرحبا جميعا. طبعا سنسعد بأرائكم، ولكن دعونا في البداية نرحب بضيفنا عبر خدمة الإنترنت من واشنطن الدكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون. دكتور أهلا بك ومرحبا معنا. أهلين، تحياتي. ما مدى القلق الأمريكي مما يجري من تصعيد الآن، والذي أصبح يعني المنحنى في تصاعد على ما يبدو؟ من الواضح أن الإدارة الأمريكية قلقة من احتمالات التصعيد، وخاصة بعد التطورات الأخيرة، التصعيد الذي شهدته الساحة اللبنانية والإسرائيلية الحدود بين البلدين في اليومين الماضيين فقط أو في الأيام الأخيرة، وبالتالي بعد عملية اغتيال لأحد قادة حزب الله، فأيضا قام الحزب بالرد بعدد كبير من الصواريخ، وبالتالي هناك مخاوف، وهذه المخاوف طبعا لم تبدأ مع هذه الأحداث، ولكن هذه الأحداث الأخيرة تقلق أكثر من السابق، من أن احتمالات التصعيد تبقى واردة، وخاصة بعد التصريحات أيضا التي جاءت من القيادة العسكرية الإسرائيلية الجنرال هلابي، وأيضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أن عادة القيادات العسكرية هي أكثر مرونة وربما اعتدالا على الأقل من وجهة النظر الأمريكية من بعض القيادات السياسية في إسرائيل، ولكن عندما تأتي مثل هذه التهديدات من القيادة العسكرية فإن الإدارة تأخذها أكثر على محمل الجد وأنها تطور خطر، ولذلك طيب واضح أن واشنطن لا تريد التصعيد بأي شكل من الأشكال، ذكرته أكثر من مرة وقالت إنها ليست معنية الآن بهذا التصعيد. كيف يمكن لواشنطن، وهل يمكن لها أن تقوم بأي دور لإثناء إسرائيل في حال أرادت التصعيد وأرادت توسيع رقعة هذه المواجهات لتتحول الحرب مفتوحة؟
فعلا هذا سؤال مهم جدا، وذلك لأن الولايات المتحدة قد تكون الدولة الوحيدة إلى حد القادرة على لجم إسرائيل، ولكن هذه الإدارة قد أظهرت خلال الأشهر الأخيرة والأسابيع الأخيرة بأن لها مواقف مبهمة إلى حد ما، فهي من ناحية تريد التوصل إلى تسوية ووقف لإطلاق النار في غزة، ولكن من ناحية ثانية تقدم مشروع تقول أن الإسرائيليين قدموه، ثم تقول بأن إسرائيل قد قبلت به في القرار الذي جاء في مجلس الأمن الدولي. إذن هناك الكثير من الإبهام أولا بالنسبة للغة هذا القرار ولما هو متوقع منه. هل الإسرائيليين إن كانوا على لسان رئيس الوزراء أو اليمين المتطرف يريدوا الاستمرار إلى أن يتم القضاء على حماس؟ هذه هي أحد الأهداف. الإدارة الأمريكية كانت إلى حد ما تقول بأن إسرائيل قد حققت الكثير من أهدافها بأن وأن حماس لم تعد قادرة على شن هجوم مثل الهجوم السابع من تشرين، ولكن هذه طبعا كلها غير كافية، وذلك لأن الإدارة الأمريكية يبدو أنها وهي على أبواب انتخابات غير مستعدة أو غير راغبة في الدخول في مثل هذه المعمعة، لأن من الناحية الأخرى ترامب وأنصاره الجمهوريين الذين يتبنوا الآن مواقف أكثر تشددا ودعما لإسرائيل حتى من هذه القيادة التي دعمت إسرائيل وبقوة وقالت أن الدعم هو حديدي، إلا أنها لا تستطيع أن تتراجع بسرعة. في نفس الوقت هي تخشى عواقب مثل اندلاع الحرب لأن هناك احتمالات توسعها وتأثيرها على السياسة الأمريكية الداخلية، لأن هناك الكثيرين من الأمريكيين غالبية الرأي العام الأمريكي لا يريد أن يرى الولايات المتحدة في حرب جديدة. دكتور، نقطة لافتة ما ذكرته عن ترامب وأنصاره الذين يعني ينتظرون ويتبنون حديثا ربما أكثر تشددا أكثر مساندة لإسرائيل، هذا ربما ما يدفع البعض من المراقبين للقراءة بأن السيد نتنياهو في إسرائيل في الداخل الإسرائيلي يحاول مد أمد هذه الحرب لأقصى فترة ممكنة، ربما تتغير الأمور بالمشهد السياسي بفعل الانتخابات، طبعا هذا عام انتخابي بامتياز، يأتي السيد ترامب وبالتالي تصبح الأمور أكثر سهولة بالنسبة للسيد نتنياهو، ليس كذلك؟ بدون شك هذه على الأقل إحدى النظريات التي تحظى بدعم لها في أوساط عدد من المحللين والخبراء الأمريكيين المتابعين، ولكن في نفس الوقت الذي نرى ذلك وهو واضح أيضا من خلال دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث إلى مجلسي الكونغرس في هذه المرحلة بالذات، خاصة أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي على الرغم من دعمه القوي لإسرائيل إلا أن هناك تيار ديمقراطي غير راضي عن نتنياهو وعن سياساته، ولذلك فهم يجدوا نفسهم وضعوا نفسهم إلى حد ما في فخ، فذلك لأن الإدارة الأمريكية في البداية كانت تعتقد بأنها ستكسب من دعم إسرائيل وأن هذه الحرب قد ستنتهي بسرعة، ولكن هذه حسابات الحقل كما يقال ليست تأتي على حساب البيدر، وهذه فعلا إحدى الأمور المثيرة، وهذا نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب، ولكن الخطورة أين؟ الخطورة تكمن أنه إذا انفجر الصراع أيضا على الجبهة ما تسميه إسرائيل الجبهة الشمالية الجبهات اللبنانية الإسرائيلية، فإن هذه سيكون لها تداعيات خطيرة، قد نرى أطراف جديدة تدخل في هذا الصراع، ربما العراق من سوريا. الإدارة الأمريكية حذرت لبنان من أن قد تكون هناك قوات إيرانية أو مقاتلين إيرانيين، وهذه كلها قد تثير قلق لدى هذه الإدارة، وربما أيضا قد تبدأ بالضغط على نتنياهو نفسه، لأن هذه قد يكون لها تداعيات أخرى، هذه لأن حزب الله هو أقوى، هو قد يكون من بين اللاعبين الذين تدخلوا حتى الآن
هو الأقوى ولديه قدرات كما يقول عدد من الخبراء العسكريين الأمريكيين على ضرب قواعد عسكرية، على ضرب مطارات، مصانع، مطارات، بنى تحتية في إسرائيل، في أي مكان في إسرائيل. صحيح لبنان قد يدفع ثمنا باهظا جدا ويدمر، وهذا ما يهدد به القادة الإسرائيليين، أي أنه سيتم قصف مثلا لبيروت، وهذا ما يطرحه بعض القادة العسكريين الإسرائيليين وبعض القادة المتطرفين، اليمين المتطرف، ويعتقدوا أن هذه ستوقف أي حرب على إسرائيل. ولكن احتمالات التوسع لا تزال قائمة، وأيضا القدرات العسكرية مختلفة، قدرات حماس عن قدرات حزب الله. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الدكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون. دعونا الآن نتحول لمشاركين معنا عبر خدمة الزوم. أبدأ بالأستاذة كريستال شقير الصحفية من لبنان. أهلا بك يا أستاذة. مساء الخير. كيف ترين احتمالات اتساع نطاق هذه المواجهات لحرب مفتوحة؟ هل هو أمر وارد برأيك؟ نعم، بطبيعة الحال منذ 8 أكتوبر وهذه الجبهة تشهد تصعيدا تلو الآخر، ونحن اليوم في أوج هذا التصعيد. العمليات التي حصلت في الأيام الأخيرة كانت نوعية ونوعية بامتياز، لكن الأمور ستبقى في هذا المسار وفي هذا المنحى، ولن تذهب نحو حرب شاملة في الوقت الراهن بطبيعة الحال وفق المعطيات المتوفرة. لكن أي تكهن أو أي حسم لمسار هذه الجبهة بعيدا عن كل التحليلات وكل المعطيات، لأن الأمور في وقتها إن صعدت إسرائيل، وهذا ما هدد به حزب الله، سيصعد وهو يعمل على هذا المنوال منذ 8 أكتوبر. وبطبيعة الحال أيضا إسرائيل بالأمس ارتكبت مجزرة في جنوب لبنان ليست سهلة. بطبيعة الحال هذه الجبهة ستشهد تصعيدا وتصعيدا إضافيا. نحن أمام أيام صعبة بطبيعة الحال. يبدو أن الضوء الأخضر بطبيعة ما يخص إسرائيل، الضوء الأخضر لم يعطى من الولايات المتحدة الأمريكية حتى الساعة. ومن ناحية حزب الله تصر إيران حتى الساعة وحزب الله على أنه نبقى في هذا الإطار الاشتباك المضبوط. ولكن أستاذة كريستال، بعض ما يثار من تقارير نقلا عن مصادر، طبعا هي لم يتم تسميتها، ولكن يقال حتى من مصادر مقربة من حزب الله بأنهم تلقوا بعض المعلومات من مسؤولين غربيين بأن إسرائيل ربما تلجأ إلى شن حرب في منتصف هذا الشهر أو في وقت لاحق من هذا الشهر. هل يمكن أخذ أمور كهذه بجدية برأيك؟ بعد هذه التقارير بيوم واحد صدر هنالك نفي من بريطانيا أنها تكون قد أبلغت لبنان بهذا الأمر، وأيضا كان هنالك نفي من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يكون قد تلقى من الجانب البريطاني، كما ذهبت التسريبات بأنه تلقى هذا الإخبار. وبطبيعة الحال اليوم إذا أردنا أن نعرض للمسار القائم، اليوم ما تسرب عن لجنة ثلاثية أمريكية فرنسية إسرائيلية للبحث بالأوضاع شمالا يعني أن هنالك مساعي وجهود دبلوماسية تعطي الأولوية لها على صعيد التصعيد في الوقت الراهن. ولو أن إسرائيل نفت عبر وزير الدفاع أنها لن تلتزم ولن تدخل مع مفاوضات أو في لجنة مع فرنسا وهي ملتزمة فقط بالجانب الأمريكي وتنسق مع الجانب الأمريكي، هذا يعني أن الضوء الأخضر لن يعطى أمريكيا لإسرائيل، وبالتالي هذا الأمر ينعكس على الأرض. بطبيعة الحال نحن أمام تصعيد وسنشهد تصعيدا إضافيا لا سمح الله، ولكن الأمور ضمن الاشتباك والردود على بعضهم البعض بين إسرائيل وحزب الله حتى الساعة. شكرا لك جزيل الشكر للأستاذة كريستال شقير الصحفية، كانت معنا من لبنان. هي تريد أن تغادرنا الآن، ولكن سنستمر في الحوار مع الضيوف الآخرين. وأرحب الآن من بيروت عبر الأقمار الاصطناعية بالعميد دكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث والباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. عميد هشام جابر، أهلا بك ومرحبا معنا في نقطة حوار. في ضوء تسارع وتيرة التصعيد في المواجهات حتى قبل ساعات من اليوم، وشن الحزب ما وصف بأكبر هجماته الصاروخية منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول الماضي، أي رسالة يريد الحزب إيصالها؟ هل هو معني بالتصعيد؟ كيف يفهم هذا الحراك؟ مساء الخير. أولا
الحزب ليس معني بالتصعيد، وهو يقول أنه لا يصعد ولا يريد تصعيد، ونحن قلنا ذلك منذ أكتوبر الماضي، وحتى رجع الشيخ نعيم قاسم وقال ذلك منذ أسبوعين أو ثلاثة. نحن غير معنيين قال بالتصعيد، إنما إذا صعدت إسرائيل نحن نرد. إلى هذا موقفه. أنا أعتقد أن حزب الله لا يريد حربا واسعة، مش أعتقد أزم، وهو يزين بميزان يعني دقيق الرد تبعه. إنما هل هذا يكفي؟ إسرائيل ما في شك تريد أن تصعد لأن مأزومة في شمال فلسطين المحتلة، الكل يعلم ذلك. هناك جيش من ثلاث فرق بحالة استنفار، هناك استنزاف يومي، هناك خسائر، هناك نازحون، يعني شيء طبيعي أنها تريد أن تخرج من الحلقة المفرغة. أما السؤال المطروح، هل تنشب الحرب الواسعة؟ الحرب الواسعة يعني كل الناس يسألون هذا السؤال، ما هي الحرب الواسعة؟ يعني عندما نرى بيروت تقصف ونرى الجيش الإسرائيلي يخترق الحدود، هذا من سيكون البلاء؟ هل تراه أمرا واردا هذا السيناريو؟ مستبعد جدا، إنما كل شيء وارد. لماذا؟ لأن نحن على حافة الحرب الواسعة. وأنا مثل ما قالت كريستال، يعني ارتكب مزرة الجيش الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان. طيب حزب الله لا يريد، ما هو تفسير من يفتح الحرب؟ هذا هو السؤال، يعني من يكون البادئ؟ إذا قصف حزب الله حيفا تعتبر إسرائيل أنه هو البدأ في الحرب وهي في موقف المدافع. إذا ارتكبت إسرائيل خطأ كبيرا، ارتكبت مزرة كبيرة مثلا كما ترتكب في غزة، إذا اغتالت أحد أو بعض القادة الصف الأول بحزب الله، يمكن إذا قصف الضاحية الجنوبية، هذا هو ما هو التفسير البادئ في الحرب. من هنا الخطورة. طيب. أما هل تنشب الحرب الكبرى؟ الجواب مستبعد جدا. طيب. لماذا؟ لأنه لا أحد يريدها، وكما ذكرتم وذكرت كريستال والأستاذ أدمون غريب، لا 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 لا، لا أمريكا تريد الحرب الواسعة، لأن إذا نشبت في لبنان الحرب الواسعة ليست ستكون حربا إقليمية، حريقا إقليميا يمكن أن يمتد ويصعب إطفاؤه. أنا أؤكد أنها ستنتقل إلى الخليج. أمريكا لا تريد أن تتورط في حرب أولا تنقذ فيها إسرائيل إذا دمرت جوش دان وحيفا وتل أبيب، وثانيا إذا اشتبكت في الخليج يمكن أن تتورط إيران. هنا الطامه الكبرى. أنا لا أجد إذا فتحت جبهة لبنان سيسكت الحوثيون. طيب. ستتوسع في الخليج. عميد هشام جبل، دعنا نقف عند هذه النقطة، سأعود إليك بعد قليل في السيناريوهات التي يمكن أن تحدث، وهل بوسع وبمقدور حزب الله أن يصمد في حرب إذا ما فتحت وفرضت عليه كما تفضلت وذكرت. لكن دعني أستمع من المشاركين معنا. الأستاذة ميساء عبد الخالق. أستاذة ميساء، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. ما رأيك في السيناريوهات المفتوحة، وهل الأمور فعلا يمكن لا يمكن تطورها كما يرى العميد هشام؟ أنا بالنسبة لي كما يرى العميد هشام جابر، طبعا هناك إذا جاز التعبير أيضا هناك تصعيد من قبل إسرائيل يقابله تصعيد من حزب الله، وحزب الله لا يريد حرب مفتوحة بالتوقيت الإسرائيلي، لأن إسرائيل تريد نصر واهم في لبنان مقابل هزائمها في غزة، لأنه رغم الخسائر المادية والبشرية الباهظة في غزة، ولكن لغاية اللحظة لم تحقق في غزة الأهداف المعلنة للحرب. فبالتالي حزب الله يعتمد مقاربة عدم سماح إسرائيل بجره إلى حرب بالتوقيت الإسرائيلي، رغم أن حزب الله حقيقة يستخدم أسلحة متطورة ومتطورة جدا، يستخدم المسيرات الانقضاضية، يستخدم أيضا الصواريخ الدقيقة. حزب الله قبل 4 أيام كان قد أسقط
مسيرة إسرائيلية وهي من طراز هرمز 900، وهي ليست المسيرة الأولى وهي السابعة. هذه المسيرة تكلف 10 ملايين دولار، ولكن المخاوف من تصعيد أنا ربما لا أتفق جدا مع العميد جابر، رغم طبعا القيمة لما ذكره، ولكن مع جنون نتنياهو ممكن أن نتوقع كل شيء، ومن كان منا يتوقع أن الحرب في غزة ستطول كل هذا الوقت؟ أريد أن أشير إلى نقطة كبيرة هنا ونقطة مهمة، أن حزب الله أضعف الردع الإسرائيلي وقلب موازين القوى رأسا على عقب. هذا ما قاله مقال في صحيفة إسرائيلية، صحيفة هارت، قبل أيام. طب خليني أستطلع رأي الأستاذة منى أحمد. أستاذة منى أهلا وسهلا بك. ما تصورك للسيناريوهات المحتملة، وإلى أين تمضي المواجهات هذه بين إسرائيل وحزب الله؟ يعني أنا بتوقع أنه تبقى على نفس المسار. أبداً إسرائيل مش من مصلحتها أنها تدخل بحرب ثانية، لأنه هي لسه ما طلعت من محل غزة، بدأت تروح لمستنقع جنوب لبنان. من يضبط الإيقاع هنا أستاذة منى؟ من يضبط الإيقاع بحيث تستمر الأمور على ذات الوتيرة؟ حزب الله. حزب الله باعتبار مثل ما بتفق مع العميد اللي تكلم، انه لو قصفت حيفا مثلا او مدن ابعد من الشمال فلسطين المحتله او ما يسمى اسرائيل، فهون حتكون جنت على نفسها. وانا بشوف كمان بالنهايه انه اوكي، حتى لو صار هيك وابتدى حزب الله وقصف اماكن ابعد مثل استراتيجيه مثل حيفا وغيرها، ودخلت اسرائيل على هذا الخط، فاسرائيل هي الخاسر الاكبر رح تكون، ان حزب الله ما عاد مثل بال 2006 وما قبل حرب تموز. طيب أشكرك على رأيك. طبعا ابقوا معنا جميعا، أنه لدينا المزيد من الزوايا، لكن أود أن أعود للدكتور عميد هشام جابر مرة أخرى لنستطلع معا سيناريو المواجهة هذا. هل تحضر له حزب الله بشكل كبير؟ لأنه عادة ما يتم الحديث من الجانب الإسرائيلي عن مصير يشبه مصير غزة وتدمير شامل يطال لبنان وأمور كهذه، هذا ما يقال. نعم سمعنا كثير من التهديدات، ونعيد بيروت العصر الحجري وحريق وحرق وما هذا سمعنا. حزب الله مستعد، حزب الله لن يكون البادئ لأسباب عديدة، لأسباب داخلية لا يريد أن يكون مسؤولا عن تدمير لبنان، ثم أن إيران لا تريد فتح هذه الجبهة وهي حليف لحزب الله، لأنها لا تريد وتعلم إيران هذه إذا اتسعت ستضطر أن تتورط في حرب إقليمية وليست مستعدة لها، كذلك أمريكا. أما حزب الله سألتيني إذا كان مستعدا، نعم هو متنبه بالدقيقة، وهو يقول وخلال 3 أشهر قلنا بدأت إسرائيل بالحرب الواسعة مثلا، كيف تبدأ عسكريا؟ تبدأ بخرق الحدود، ويسبق ذلك قصف مركز على كل الجنوب وعلى بيروت وعلى الضاحية، مثل ما حصل في عام 2006 ساعتها. إذن أنا أعتقد بأقل من ساعة هناك صواريخ دقيقة مستعدة لتنهمر بمعدل مئات الصواريخ الدقيقة الباليستية التي لم تستعمل بعد على منطقة جوش دان، يعني حيفا وتل أبيب. وهنا نسأل ما أدراك ما حيفا؟ ميناء حيفا خطير جدا، سيسبب كارثة أكثر من ميناء بيروت لأسباب عديدة نشرحها. ثانيا حزب الله عند مستعد، وقيل لي يعني كمان وقت حول أن هذه الطائرات التي ستقصف بيروت أين ستعود؟ إلى مدارج بأقل من نصف ساعة ستكون أهداف بنك، أهداف هي جميع المطارات. المهم باختصار حزب الله مستعد لأي سيناريو، أي سيناريو تبدأ فيه الحرب سيستعمل الأسلحة التي لم تظهر بعد، وهي الصواريخ الدقيقة، صواريخ أرض بحر من نوع يخونت يتحدث عنها الإسرائيليون، وهي ممكن أن تدمر المنصات، وأيضا قوات الرضوان،
قوات الرضوان يا سيدتي لم يستعملها بعد، يتحدثون عنها ويا قوات الرضوان مجهزة فقط لاجتياز الحدود خلال دقائق والسيطرة على ما تبقى. هناك قوات أيضا دفاعية وهجومية لدى الجانب الإسرائيلي، ليس كذلك؟ وحدات يعني مضربة، هناك قبة حديدية، هناك أمور كهذه، هل تستطيع الصمود أمام الصواريخ من الجانب حزب الله؟ حتما، نحن لن نقارن بين القوة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي هو أقوى في المنطقة وما يملك حزب الله، يعني هذا لا يكون يعني منطقي. حزب الله لا يملك هذه القوة العظيمة، بس إنما حرب حزب الله يعني هي للردع فقط. يستطيع القبة الحديدية تحدث عندما تصل الطائرات المسيرة إلى أقصى الجولان وتقصف وتستطيع أن تصل وتعطل القبة الحديدية، يعني القبة الحديدية ليست هي الشيء. وأساسا قال الإسرائيليون في الماضي أن في عام 2025 ربما تتوصل القبة الحديدية لاعتراض 60% من الطائرات وصل. القبة الحديدية سيدتي مهيئة لحرب كلاسيكية، تستطيع إسرائيل أن تهزم بأسلحتها والإف 35 والمركافة وكل ما تسلح أي جيش حربي من هلأ. أنا بقول إنما هايتي ليست مهيئة لا لقتال حماس في غزة، ورأينا هذه كلها لا تنفع. حزب الله يخلط بين اليوم، هو قوة غير نظامية، عسكرية غير نظامية، يعني ميليشيا بلس، أكثر من ذلك هو يقلد، يزيد عليها شيء يقترب من الجيوش، إنما هو ليس جيش نظامي ولا يقاتل قتال القوات النظامية. هذا يفقد العدو الكثير من قدراته. عندما يصير الالتحام بين حزب الله والدبابات الإسرائيلية مسافة قريبة أو الجنود، هذا لا تنفع الطائرات ولا المدفعية ولا حتى كل هذا السلاح الذي يملكه الجيش الإسرائيلي. نحن تحدثنا عن صواريخ دقيقة لم تستعمل بعد، يقول الإسرائيليون أنها هذه مهيئة لمنطقة جوشتان، يعني حيفا وتل أبيب، حيث يوجد 55% من البوتنشل أو البنى التحتية العسكرية والإدارية والاقتصادية وطاقة في إسرائيل. هناك أهداف أخرى كذلك، مجرد اندلاع الحرب خلال ساعة ستبدأ، سيدمر لبنان حتما، إنما سيسبب دمار كبير لإسرائيل لم يحصل في تاريخها. السؤال يا عزيزتي، كله بيسألونا يا طيب الحرب، الذي يقوم بالحرب لماذا الحرب؟ لها أهداف سياسية وعسكرية، أهداف عسكرية وأهداف سياسية. طيب، فإذا كان بأقل تكلفة ممكنة، الكل بإسرائيل والصحف تتحدث والأمريكيون، هذا الحرب إذا أراد أن يشنها نتنياهو على لبنان على مسؤوليته هو مسؤول، وإلا كان شنها منذ أمد. هل أكيد سيحقق أهدافه العسكرية والسياسية؟ أبدا، لأنه ب2006 رجعت إسرائيل بعد 6 أسابيع دون أن تحقق شيئا وحققت دمارا واستقال أولمرت. عميد هشام جابر سريعا فقط لكي أستثمر الوقت معك، فاضل يعني دقيقتين أو دقيقتان بالتحديد، أريد أن أسأل عن تطور ما هو على هامش ما يجري، هو في زيارة لقائد الجيش اللبناني لواشنطن، كيف يمكن تقييمها وسط ما يجري الآن؟ حتى عن هذه الزيارة، لأنه الأمريكيون من داعمي الجيش اللبناني وقد دعي إليها قائد الجيش، وشيء طبيعي أن يزورها، وهو رجل يعني بقيت المؤسسة العسكرية الوحيدة حتى الآن، يعني كما تعلمين تتلقى الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. أما اليوم يعني أكبر دليل، وقد علمت أن الأمريكيون طمأنوا الجانب اللبناني أنه لن يسمحوا أبدا ولا يعطوا الضوء الأخضر لإسرائيل بأي هجوم على لبنان. ثم سمعت أنا ضيوفكم وماكرون، رئيس ماكرون اليوم سمعت عنه أنه سيطلب قمة ثلاثية بين فرنسا، ولكن لقيت رفضا من وزير الدفاع الإسرائيلي، هو ليس يعني مهتما بهذا الأمر. طيب أنا أسمع وزير الدفاع الأمريكي، البنتاغون قال أرسل لإسرائيل، لسنا معنيين إطلاقا نحن أمريكا بأي تصعيد على الجبهة اللبنانية، هذه رسالة لإسرائيلي
معناها لا تقوم بحماقة أو مغامرة. جاء بلينكن يوم الاثنين أنا برأيي لدعم إسرائيل، وصل لهونيك وقدم الدعم اللازم، وهذه المرة جاء بقوة وزير خارجية أمريكا ليقول لهم don't do it، لا تفعلوا هذه، لأنه نحن الأمريكيون غير مستعدين لنجدتكم في خلال حريق كبير والحرب إقليمية. يعني أنا أعرف الأمريكيين جيدا، أمريكا صادقة، صادقة جدا، لأنها لا تريد أن يعني تسبب ضحايا أمريكيين ينقلون بالصناديق في أثناء الانتخابات. وأعرف عقدة فيتنام وعقدة المارينز، وكنت في المارينز مع الأمريكيين عام 82 عند الانفجار الكبير، وأعرف تأثير الأمريكي. شكراً جزيلاً. لا يريد الأمريكيون أي ضحية بسبب حماقة إسرائيلية. شكرا لك جزيل الشكر من بيروت العميد دكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث والباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. الآن دعونا سريعا نستعرض بعض المشاركات التي ترد إلينا أونلاين، وهذه مشاركة من هشام نصير يرى فيها أن إسرائيل هي من تسعى لجر حزب الله إلى الحرب. يقول هشام: نتنياهو يريد فتح جبهة جديدة للحرب حتى يضمن استمراره على رأس الحكومة بعد انسحاب شخصيات كبيرة منها. أما أسماء مصطفى فلها وجهة نظر تقول: لن تتسع المواجهات، التصعيد من قبل الجيش الإسرائيلي ربما للإلهاء لتنفيذ خطة أخرى، هذا واضح من تقدم الآليات العسكرية في رفح. تقول أسماء. يحيى أحمد انتقد دور المجتمع الدولي فيما يجري، يقول: إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لوقف حرب غزة والداخل الفلسطيني ستفتح جبهات أخرى سواء من لبنان أو من غيرها. أما علي جبار فيرى أن إسرائيل لا تستطيع فتح جبهة جديدة في الشمال. يقول علي: إسرائيل جيشها منهار نفسيا وهي غير معتادة على الحروب لفترات طويلة. أخيرا هزبر جواد يمضي في ذات الاتجاه كما يقول علي، هذه مشاركة هزبر، يقول: الرد على إسرائيل حق مشروع، لكن الأمور لا تتجه نحو التصعيد لأن حكومة نتنياهو أصبحت ضعيفة بعد انسحاب عضوين من مجلس الحرب. شكرا لكل من أرسل لنا بمشاركاته أونلاين. أدعوكم إلى مواصلة الإدلاء برأي والتعليق في أي وقت أردتم. نعود مرة أخرى للمشاركين معنا عبر خدمة الزوم. معي الأستاذ جورج رشماوي من ألمانيا. أستاذ جورج أهلا بك. أهلا بكم. وشكرا لصبرك معنا بكم. لأنه يعني ladies first، يعني تحدثنا مع السيدات المشاركات فأرجو أن تعذرنا. تفضل الآن. لا تفضل ما في مشكلة. طيب خلينا نتحدث عن السيناريوهات هذه، كيف ترى الأمور والتصعيد وإمكانية الاتساع لحرب مفتوحة؟ لأنه حتى الآن الكل يقول أنها ستسير في ذات الاتجاه، الرد ورد المقابل هكذا. أولا خلينا نحدد الأمور بشكل بجوز أوضح مما قيل. لا أحد له مصلحة في حرب شاملة أو توسيع رقعة الحرب. ما يحدث هو بالضبط تصعيد منضبط من الطرفين، تصعيد منضبط. لا إسرائيل تريد حرب شاملة ولا حزب الله يريد حرب شاملة أو توسيع رقعة الحرب حتى أدق. وبالتالي لازم نعود للسبب. حزب الله يعني ما يقوم به هو من أجل مساندة ومساعدة المقاومة الفلسطينية في غزة، لأنه في حرب همجية ضد الشعب الفلسطيني وضد مقاومته في غزة، وقتل يومي ودمار يومي. وبالتالي هذا كانت سبب دخول حزب الله على الخط مثل الآخرين أو الحوثيين أو المقاومة العراقية. يعني بمعنى آخر، لو نأخذ كل الصورة كاملة، لا الأمريكان ولا إيران ولا أي واحد في المنطقة ولا واحد خارج المنطقة يريد هذه الحرب. وبالتالي لم ماذا يا أستاذ جورج عن التصريحات الإسرائيلية المهددة دائما؟ ما يعني بيصرحوا مثل ما بدهم، ما في مشكلة. الحديث ما فيش عليه يعني رباط مثل ما بيحكوا عنا بالعامية، لكن حقيقة الأمر بأنه إسرائيل تعودت على الحروب الخاطفة. يعني 4 دول عربية خلال 6 ساعات كانت يعني منتصرة في حرب 67، لكن الآن هذا الزمن ولا الآن في مقاومة فلسطينية صامدة رغم كل الجراح وكل الألام وكل الشهداء، وبنفس الوقت في قوى عربية مساندة كان في لبنان أو في العراق أو في اليمن،
وبالتالي لا تفكر اصلا ايران او غيرها بانه هاي انه يزيد يعني ان تزيد هذه الحرب عن المستوى التي هي به، وبالتالي اي وقف لاطلاق النار في غزه سيتبعه فورا وقف لاطلاق النار على الحدود ما بين سوريا وما بين اسرائيل ولبنان. دكتور اسمح لي هنا أستاذ جورج عفوا أن أرحب بضيفي الآن عبر خدمة الإنترنت من حيفا دكتور موشي العادة الأستاذ المحاضر في كلية الجليل الغربي يشاركنا الحوار اليوم. دكتور موشي العادة أهلا وسهلا بك، هل تسمعنا الآن؟ طيب أسمعك بوضوح. خلينا نتحدث في البداية عن رأيك في فرص الذهاب لحرب مفتوحة في ضوء التصعيد الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام والساعات الماضية، وفي ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بشن حرب لإعادة السكان المتضررين في المناطق الشمالية من إسرائيل إلى أماكنهم. طبعا مساء الخير لك للضيوف الكرام وللمشاهدين الأعزاء، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن أنا موافق مع ضيفك من بيروت، لأنه الأزمة بين إسرائيل ولبنان ليست أزمة حقيقية بل أزمة مزعومة مصطنعة. الجيش اللبناني هو جيش الزيل، يعني عارفين أنه جيش يعني ملوش أي قيمة في الميدان، يجب أن يقوم أن ينتقد حزب الله وما بيعمل هذا. ولكن أعتقد كمان إسرائيل لا تريد الحرب الشاملة أو الحرب واسع النطاق. إسرائيل أعلنت عدة مرات لا نريد بحرب مفتوحة أو بحرب واسع النطاق، ولكن يا سيدتي لنا ما في أي خيار آخر. 80,000 شخص غادروا بيوتهم وموجودين خارج بيوتهم منذ 7 أكتوبر، فلذلك الضغوط على الحكومة، الضغوط من قبل كل السكان ليس فقط من سكان الشمال بل من سكان إسرائيل، الغالبية الساحقة من السكان تضغط على الحكومة أن إذا حزب الله لم تنسحب إلى بعض الليتاني خلال فترة معينة، وإذا حزب الله مش راح توقف بكل إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فلا بد من اجتياح ولا بد من حرب من قبل إسرائيل وضربات قوية. طيب حرب كهذه هل إسرائيل بمقدورها، يعني هي بقي لها 8 أشهر في الحرب في غزة الآن، حرب على أشدها لم تنتهي، المراقبون يقولون بأن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها التي بدأتها منذ البداية، لا أطلقت سراح كل الرهائن ولا قضت على حماس بالكامل حتى الآن بعد مرور كل هذه الفترة، لماذا تريد أو تهدد بشن حرب جديدة، فتح جبهة جديدة لن تكون نزهة كما يقال عسكريا؟ احنا يعني التهديد مش من إسرائيل، لن نريد، أن أقولها بشكل واضح، إسرائيل لا تريد بالحرب بس ما لاش أي خيار آخر. بعدين تقييم الإنجازات أو الفشل في قطاع غزة يجب أن يكون في آخر يوم من المعركة، فهذا وبعده بعيد. يعني التقييم إذا إسرائيل نجحت أو ما صار مع الرهائن هذا سيكون له بعد وقت. أنا أقول بالنسبة للبنان، يعني هذا لا أحد من الطرفين يريد هذا الحرب، لا سكان إسرائيل الذين يبحثون عن السلام وغالبية صحكة في لبنان لا تريد. طيب. يعني المشكلة أن اليوم المشكلة في حزب الله تقول، خلينا طب نحمل هذه النقطة لضيوفي. إيران. إيران فتحت مركز أمامي في جنوب لبنان ضد إسرائيل، حتى اللبنانيين لم يريدون. دكتور موشي العاد، خليني فقط أشرك معنا المشاركين من خلال الزوم في الحوار لأستمع الأستاذة منى في هذه النقطة تحديدا، يقول أنه إسرائيل ليست معنية بالتصعيد، يلقى باللائمة على حزب الله من ورائه إيران كما يقول الضيف. خلينا كمان ما ننسى أنه في أراضي لبنانية محتلة تحت مزارع شبعة، كمان من حق لبنان استرجاعها، هي واحدة من الوحدات. وإسرائيل معنية بفتح حروب على كل العالم،
حتى تكون هي الصورة دائما الأقوى والقادرة، وأنه هو الجيش الأقوى، وتكون مقرصنة كل العالم حتى العالم يرضخ لها، لكن تطلع لك المقاومة سواء بلبنان أو بغزة وبيكسروا لك الهزلية والأسطورة اللي صرعونا فيها. وبشوف أنه إسرائيل مستحيل مستحيل من المستحيلات أنها تفوت حرب، خلينا نقول، أو اجتياح للبنان أو حتى الجنوب. يعني هم فعلا هم بمراحل صاروا هزيلين جدا، مش قادرين ينهوا حربهم بغزة، حتى لو لآخر يوم مش رح ينهوا بالشكل اللي هن مفكرين فيه. أما الحروب إنه هن 60 ولا 70 ولا 80 ألف اللي تهجروا من الشمال وعم بيطالبوا هم وغيرهم كشعب إسرائيل بيطالبوا بالحروب، يعني الحروب كمان هي ما يطلبه الجمهور. طيب. فخلينا نشوف على أرض الواقع، وبتوقع أنه لو صار تصعيد لح تكون في مفاجآت كتير وسارة. طيب يا أستاذة مولي، خليني أعود للضيف مرة أخرى. تهز رأسك، ليس لا تتفق مع ما طرح دكتور. أنا؟ نعم. طيب، أولا الكلام يعني ملاش أي علاقة بالواقع. إسرائيل لم تغيب بحرب، إسرائيل ملاش أي مشكلة مع الشبع، مزار الشبع طبعا لسوريا مش للبنان. يعني كلها عم تفهموا أن صاحب المصلحة في إشغال المنطقة كلها إيران، التي تشجع نصر الله وحزب الله باسم الشعار ولاءة الفكيه، وحلقوا في جنوب لبنان مركز عسكري أمامي سيستفز إسرائيل نحو الحرب لمرة ثانية خلال 18 عام. يعني أنا أقولها بشكل واضح برأس مرفوع، لا نريد. لا، كيف تقولي أن إسرائيل؟ طيب إذا كانت إسرائيل لا تريد، الأمر بمنتهى البساطة، هناك من يقول لك هناك عرض وخطة موضوعة الآن لإنهاء الحرب في غزة، وبالتالي هذا بدوره سينهي التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. حتى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بنفسه قال هذا الكلام، قال إنه إنهاء التوتر في غزة، الموافقة على الخطة التي طرحها الرئيس جو بايدن، من شأنها أن توفر إسرائيل الهدوء على الحدود اللبنانية. خلينا ما نخلط رمضان بالشعبان. أولا اللي بيحصل بالجنوب له سبب، يعني المغامرة بدأت من قبل حماس، قتلوا 1500 إسرائيلي، يعني ما كانش أي مزرعة زي هاد من أيام الهولوكوست. فلذلك إسرائيل إلى حساب مع حماس، إسرائيل مش رح تسمح أن حماس يبقى في غزة، وحتى نقوم بتطبيق هذا الهدف لا مش رح نغادر منطقة غزة. دكتور موشي العادية، بس فقط الأرقام دي هل هي مؤكدة؟ لأنه كنا نسمع من الأرقام 1200 فقط، وطبعا هناك من سيقول لك على الجانب الاخر هناك الالاف، مشكله ال 300، هناك الالاف ممن قتلوا في قطاع غزه جراء الحرب. طيب، الشكوى لازم توجه الى حماس، ايه اللي بدات طيب هذه المغامره. طيب، فلذلك انا اقول اليوم، يعني اذا برايي، يعني اذا في لبنان رؤساء احزاب وجهاء رؤساء بلديات خليه يضغطوا على نصر الله وعلى حزب الله أن يعملوا كل المطلوب عشان ما يكونش يعني اشتعال أكبر في المنطقة، لأنه أنا بعرف أن إسرائيل راح تأخذ ضربات من كل واحد بيعرف، وإحنا مستعدين أن نقعد بالملاجئ شهر شهرين، بس لبنان مش راح ترجع يعني زي اليوم. لبنان راح تكون، أنا بديش أقول بالأثر الحجري، بس راح أكون بدون، لا، هذا ما قيل على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي، قيل بأن بيروت ستدمر تماما، سيعاد بها الحال إلى العصر الحجري، ولكن ستكون هناك كلفة على الجانب الإسرائيلي، ليس كذلك؟ اقتصاد إسرائيل سيتأثر، سكان إسرائيل سيتأثرون أيضا. أنا بقول لا أريد، أوكي؟ طيب. أنا أبوي خلقان بيروت،
أبوي خلق بيروت بوادي أبو جميل. أنا عندي أصحاب لبنانيين وبحب لبنان، بقولها بكل صراحة أنا شخصيا، ولكن أنتم مع التخوف تبعكم كلبنانيين من حزب الله من إيران، أنتم خربتم الدنيا. اللبنانيين خربوا اللبنان. أنتم توجه كلام للجانب اللبناني طبعا. خليني معلوم بس خليني اللبناني. أستاذة منى لك تعقيب؟ أول تعقيب على 1500 اللي بغلاف غزة، يعني الأرقام بتزيد لساتها، ما بعرف عم بيكتشفوا يمكن بعد أرقام جديدة. وثاني إشي، في أراضي لبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وباعتباره اعترف إنه هاي أراضي سورية، فمعناها اعترف إنهم كيان محتل ومستعمرين. وبتمنى ان نشوف، انا من جهتي والله انا اتمنى اشوف توسع من جهتي، اتمنى، مع انه مش وارد ابدا، وبرجع باكد انه اسرائيل غير قادره طيب. تماما وابدا على هي، ولكن اتمنى ان يحدث توسع، خليها ترجع، هي اصلا لبنان بالعصر الحجري، بس خلينا نشوف إسرائيل يرجعوا للعصر الحجري. طيب خلينا نسمع من الأستاذ جورج رأي أستاذ جورج فيما أثير من نقاطه، أن الجانب الإسرائيلي كما أفهم من الضيف أنه ليس معنيا بأي تصعيد، أنه الأمر برمته يقع على عاتق حزب الله، وكان يطالب الأفراد داخل لبنان بممارسة الضغط على حزب الله. نعم، يعني إسرائيل أصبحت لا تخيف أحد، يعني أسد بدون مخالب، رغم القوة التدميرية الموجودة لديها، لكنها لم تحقق أي هدف من أهدافها التي خاضت بها الحرب على غزة حتى هذه اللحظة. الموضوع الآخر، الأستاذ ولا الدكتور مشيه يتحدث أنه لا يوجد خيار آخر. نعم يوجد خيار آخر، الخيار الآخر أن تقفوا حربكم التدميرية والهمجية على الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى مقاومته الباسلة التي واجهتكم على مدار 9 أشهر. هذا هو البديل، والبديل أن تعود غزة للغزاويين، وأن لا يتم اقتطاع غزة وأي جزء من غزة. وبالتأكيد تضرر الشعب الفلسطيني وتضررت المقاومة، ولكن وجه إسرائيل القبح أيضا ظهر للعالم، وهمجيتها ظهرت للعالم، فهي لا تحترم أي شيء، لا قرارات دولية ولا هيئات أممية ولا مستشفيات ولا يعني مراكز للأنروا، ولا يعني بديش أعدد شو ممكن الواحد يذكر، لكن بقول إسرائيل الآن بوضعها السياسي الداخلي وبوضعها العسكري الداخلي منقسمة على ذاتها، ولن تحتمل أي حرب جديدة، وبذلك التهديد لن يفيد شيئا. طيب. الذي يفيد هو أن تلتزم بقرارات الأمم، بقرارات مجلس الأمن، بوقف إطلاق النار في غزة والانسحاب من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة الإعمار في غزة. هذا هو المطلوب، وهذا الذي ينقذ كل من يريد أن ينقذ نفسه. شكرا لك أستاذ جورج. أعود لضيفي مشيء العاد مرة أخرى. دكتور مشيء، كيف ترى هذا الطرح ذات النقطة التي أثرتها أنا قبل قليل، وهي مسألة أنه الرد على أن الأمر قد ينتهي بمنتهى السهولة هو القبول بما هو مطروح من مبادرات لإنهاء الحرب فورا؟ إسرائيل دولة تريد السلام، إسرائيل وقعت معاهدات سلام مع مصر، مع الأردن، مع الإمارات، مع البحرين، كل دولة عربية تريد سلام مع إسرائيل، يمكن السعودية قريبا. الدول التي لا تريد أن توقع السلام مع إسرائيل أهلا وسهلا، فيش أي مانع، ولكن إسرائيل لم تريد أن لم يعني تستطيع أن تعيش، زي كان الأخ من بيروت، جنبا إلى جنب مع منظمة إرهابية زي حماس التي تذبح يوميا يهود. لا، ما شو دخل لبنان بموضوع الجنوب؟ إحنا عندنا مشكلة مع حماس، ما عندناش أي مشكلة مع الشعب اللبناني. فلذلك أنا أقول نحن بنعرف شو لازم نعمل في جنوب لبنان، والدليل على ذلك ما لناش أي مشكلة بالضفة الغربية. هل في شيء بالضفة الغربية؟ لا، المشكلة لازم توجه إلى حماس، هي اللي بدأت. لا يعني إيه، في يعني إيه ما فيش حاجة في الضفة الغربية؟ ماذا يعني ماذا تقصد بأنه يوميا في أحداث وهناك
دول حتى غربية فرضت عقوبات على مستوطنين لأنهم يهاجمون الأراضي الفلسطينية أو المزارعين، ويقال بأن الشرطة بتسمح لهم بهذه الممارسات. هذا ما يقوله الجانب الفلسطيني. يعني على أي حال، يعني ماذا تقصد بأنه لا يوجد أي شيء يحدث في الضفة الغربية وهناك تقويض للسلطة الفلسطينية الموجودة؟ أنا موافق، يجب أن يكون سلام بين إسرائيل، وأنا بالمؤيدين السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ما يسمى بدولتين للشعبين، ولكن هذا سيكون فقط بمناقشات ثنائية وليس بالضغوط من المحاكم أو من الأونروا أو من اليو إن، بس بمناقشات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين زي كان في أوسلو 1993. طيب دكتور موشي، إسرائيل على ما يقال من بعض الجهات حتى المشاركين معنا في الحوار أنها تعاني على ما يبدو عسكريا في غزة، هي متهمة في دعوة بالإبادة الجماعية، تنظر أمام المحاكم الدولية، هناك انتقادات، مظاهرات، تغير في الرأي العام بشكل كبير ضد إسرائيل الآن. هل تعتقد أنت شخصيا أن هناك خطأ ما في إدارة المسؤولين الإسرائيليين للحرب في غزة، وأن هذا الأمر قد في لحظة ما إذا ما اتخذ قرار بالتصعيد من جانب إسرائيل قد تستمر الأخطاء وتتوسع في حل لبنان أيضا؟ لا، أعتقد أن في فرق كبير بين ما يسمى بإبادة جماعية وما إسرائيل عملت في القطاع. إسرائيل ما قتلت بشكل مقصود. بدك تعرفي شو معناته إبادة جماعية؟ مصر التي تقوم بوعظ والتبشير لإسرائيل عن إبادة جماعية هي قتلت 100,000 واحد بين 62 ل 70 في اليمن براز، مش راز للمصير الدموع، راز حقيقي. نحن نتحدث عن الجانب الإسرائيلي في هذه الحرب، لا نتحدث عن أطراف أخرى يا سيد. لا بس تحكي عن إسرائيل، سوريا ولا أردن، لأن الملك حسين قتل النص المنظمة الإرهاب PLO يعني منظمة تخريب، وسوريا مرتين، الأب حافظ وابنه. طيب خلينا احنا كده خرجنا عن موضوع الحلقة على أي حال، ولكن أشكرك جزيل الشكر إن الوقت انتهى. من حيفا دكتور موشي العاد، الأستاذ المحاضر في كلية الجليل الغربي، كل الشكر للمشاركين معنا عبر خدمة الزوم، الأستاذة منى والأستاذ جورج والآخرون الذين سبق أن شاركونا الحوار في بداية الحلقة. كل التحية لكم وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.